شفتوني عم بعمل تحديات حقيقية، شفتوني عم بعمل تغييرات هي السنة. سلام، أنا إبراهيم رمزات، واليوم حخبركم على حيل وطرق بتساعدنا أن نتغير ونلتزم بالتغيير. ممكن بهذا الفيديو أعطيكم أمثلة من الأكل النباتي أو من التقليل من البلاستيك، لأنه هي التغييرات اللي أنا بعيشها وبشاركها معكم بشكل يومي، بس أنتم ممكن تاخذوا فكرة التغيير وتطبقوه على أي هدف عندكم بحياتكم. طريقة قسمتها لقسمين، الفكرة الأساسية وخمس نونات لازم ننتبه لها. الفكرة الأساسية أنه ناخذ التغيير الكبير ونقسمه لتغييرات صغيرة، وبعدين نرجع نرتبهم من السهل الممتع للصعب والمزعج، وممكن نحطهم بالجدول سهل صعب ممتع مزعج. بصير هذا المربع سهل وممتع صعب وممتع سهل ومزعج صعب ومزعج. التغيير السهل والممتع نلتزم فيه بجدية وما نتسهل فيه أبدا أبدا أبدا، حتى بالأيام الصعبة، حتى بالأيام اللي ما لنا خلق نعمل أي شيء، نعمل التغيير الممتع والسهل. نشتغل على التغييرات التانية ونجرب أشياء مختلفة، بس التغيير السهل والممتع ما نمزح فيه. ممكن نغش ببعض التغييرات بس ما نغش بهذا المربع. الحكمة إنه لما بنفشل ببعض التغييرات الصغيرة بيكون في بعض التغييرات التانية الناجحة اللي بتعوض هذا النقص وبتعوض هذا الفشل الصغير والمؤقت. ونحن بالعادة بناخد التغييرات الكبيرة ومنحط هدف قدامنا، بدي انحف، بدي اقرأ، بدي اركض ماراثون. هذا الهدف الكبير اكيد في 50 تغيير صغير تحته ممكن يوصلنا لهذا الهدف. يعني انا لما بقول بدي اعمل دايت هيك بشكل عام، بصير اذا كسرت الدايت مرة واحدة بقول خلص انكسر الدايت كله، ما انكسرت تجربة واحدة، انكسر الدايت كله، وبصير بحس باليأس وبالاحباط وبصير بدور على دايت مختلف تماما، مع انه انا ممكن اكون عملت تجارب وجربت اشياء جديدة بس ما خليت هاي التجارب تنبنى لحتى تصير عادات. ما في جسم صار رشيق وصحي من وجبة سلطة واحدة، ولا جسم بدين صار بدين من وجبة مقالي واحدة. كل خطوة مهما كانت صغيرة هي خطوة للأمام أو للوراء. في فرق كتير كبير بين أني كسرت الدايت كله وبين أني أنا خبصت على العشاء، أكلت قطعة حلو، أضعفت شوي، أكلت بعض المقرمشات الضارة. هيك بحسسنا أنه نحن بعدنا بالتغيير، بعدنا ضمن الدايت، يلا رح أضبط بالوجبة اللي بعدها. التغييرات السهلة والممتعة بالدايت رح أضاعف منه. ليش هيك بصير معنا؟ لأنه لما بناخد تغيير واحد تغيير كبير بصير الكسر اللي فيه مفاجئ، بس لما بناخد تغييرات صغيرة بصير فينا ننتبه على بعض التغييرات الصغيرة الفاشلة ونعدلها ونظبطها لحتى تصير ناجحة قبل ما تصير التجربة كلها فاشلة. كل حركة انت بتعملها عبارة عن تصويت للشخص اللي بدك تكونه بكرة. وكمان تصغير التغيير ما بيكون بس بالنوعية، كمان بالكمية. يعني انا بدي اقرأ كتب، لا التزم تقرأ 10 صفحات يوميا. انا بدي اركض ماراثون، لا اركض 5 دقائق. وبس يصير هذا التغيير سهل وممتع ابدأ اضيف تغييرات تانية. وممكن الناس تستسخف بالتغييرات الصغيرة، بس التغييرات الصغيرة والاستمرارية هي اللي رح تبني عادات ثابتة. حاعطيكم مثال صغير، انا مثلا بكره حيكون في حلويات على طاولة المطبخ، بحس انه قوة الرفض عندي محدودة، ممكن امر قدام الحلويات 10 مرات باليوم واقول لا بشكل قاطع، بس بعدين اللا حتضعف واحتمال كتير كبير اكل حلويات وانا مش محتاج له. لما بشيل الحلويات من قدام عيوني ممكن يمر ايام طويله بدون ما اكل اي قطعه حلو والتزم بالفواكه والتمر. ممكن يمر ايام اكل فيها حلويات بس ما عم حس بالحرمان بالايام الثانيه. ورح خبركم على سر، غالبا نحن لما بنبدا بالتغييرات الصغيره احيانا ممكن نعديها وتصير تغييرات كبيره بدون ما نحس. واحده من التغييرات اللي بدات فيها هي السنه هي التقليل من البلاستيك، ونزلت بعض الفيديوهات عن هذا الموضوع. تقليل من البلاستيك تقريبا في تحته 100 تغيير صغير، إذا في شخص قادر يعمل ال 100 تغيير الصغير هدول مرة واحدة أنا بحييه، بس أنا ما قدرت أعملهم كلهم، بس في تغيير واحد بالنسبة إلي كان تغيير سهل والبديل تبعه مو مزعج وكان عم يعمل التأثير اللي كتير كبير بيئيا، وهو زجاجة المي. وفعلا أنا التزمت صار لست شهور لا اشتريت ولا شربت أي زجاجة مي. نعم كتير اشتريت أشياء فيها بلاستيك وفي كتير أشياء ما قدرت التزم فيها، بس قنان البلاستيك وزجاجات البلاستيك توقفت عنها تماما. وإجا رمضان وإجا الصيف وكان في عندي شغل أحيانا عم بتنقل بين المدن، التزمت 100%. يمكن بس مرة واحدة رجعت من المول وأنا شوي عطشان لأني نسيت أضب قنينة المي، بس بالأيام الباقية كنت أجهز حالي قبل ما أطلع وأعرف أنا وين بدي أروح وين ممكن أعبي مي، وخلص التزمت بالتغيير. وحتى المي الفوارة المياه الغازية كنت أشرب منها بشكل يومي وكانت من مشروباتي المفضلة جوا البيت وبرا البيت، وعندي 3 علب بالبيت موجودين عندي من 6 شهور ما شربت منهم ولا وحدة، بس المفروض أستهلكهم قريبا لأنه تاريخ الانتهاء بعد شهر. أنا صورت الفيديو كله وتركت الكاميرا وطلعت برا البيت وعملت 1000 شغلة ورجعت اكتشفت انه في بعض الفيديوهات بالجزء الثاني بدون صوت، فمضطر اني اسجل الجزء الثاني كله من اول وجديد. بس على سيرة المياه الغازية جبت ماكينة المياه الغازية، فتحت لكم اياها على الانستغرام، اللي مو متابعني على الانستغرام عم بعمل كتير صور وفيديوهات هني. صرت شارب انينتين، انيني على الانستغرام وهلا انيني.
عن شو كنا عم نحكي؟ ايه، خمس نونات بتساعدنا بالتغيير. واحد، نعرف ليش مهم لنا التغيير، شو هو التغيير وكيف نتغير هو شيء غير كافي وغير مستدام، هدول بس البارود. ليش بدنا نتغير هي الطلقة اللي رح تغير المعادلة كلها. كلنا بنعرف نمشي، ليش فلان بيمشي كل يوم؟ كلنا بنعرف نركض، ليش فلان بيركض 3 مرات بالاسبوع؟ اللي ما بيعرف شو اللي غيرنا وما بيعرف ليش عم نتغير ممكن يقلل من الجهد الفكري والجسد اللي عم نعمله. في كتير بيستغربوا ليش انا بركض برا بجو الخليج بالحر طول ايام السنه وتارك المكيف وتارك الراحه ورايح اعمل جهد بالحر والرطوبه. السبب هو لانه الركض من الاشياء الممتعه والسهله بالنسبه لي ومجربه وبعرف انه مو طول السنه حر ورطوبه. ليش ابراهيم تصحى بكير حتى يوم الجمعه وحتى بالعطلات؟ لانه النوم المتاخر مو من الاشياء الممتعه بالنسبه لي. سايمون سينيك عنده الدائره اللي بيستخدمها بإدارة الأعمال، بس كمان ممكن نستخدمها بإدارة عاداتنا. 2، نشوف أمثلة ملهمة. وعينا هو خليط من الأفكار، في أفكار ما فينا نتحكم فيها ولا منعرف إنه تدخل على دماغنا، وفي أفكار ثانية فينا نتحكم بمصدرها. في ناس ممكن يحكوا إنه أنا أهلي مختلفين عني أو شغلي محكمني، هذا الشيء ممكن يكون صحيح، بس كمان نحن فينا نتحكم بالأفكار اللي بتجي من الأصدقاء اللي منختارهم، كيف منقضي الوقت الفاضي وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي اللي منتابعها. انه نلاقي قدوة او مجموعة من الاشخاص اللي عم يعملوا نفس التغيير لحتى يذكرونا باهدافنا، وهيك منصير منعيد تقييم نفسنا. كتير من الاحيان منكون مقتنعين بفكرة معينة او بهواية او بتغيير معين، بس اللي حوالينا بيكونوا بعيدين عن هذا التغيير او مش مهتمين او مشغولين بتغييرات تانية. في مقولة بتحكي انه نحن المتوسط لاكثر 5 اشخاص منقضي معظم الوقت معهم. هي مش دعوة انه نفصل عن عائلاتنا ونترك اصدقائنا، بس الفكرة انه ممكن تكون في بعض الافكار الحلوة والجميلة والهادفة موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي ممكن غير ما تكون موجودة بمجتمعنا أو موجودة بس بشكل خفيف وغير ظاهر. إذا نحن عم نقضي ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي فأكيد 100% أنه بعض أفكارنا ونظرتنا للحياة عم تتاخد من مواقع التواصل الاجتماعي. عن تجربة، الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بتبني حاجز بيني وبين الناس ببعض الأفكار وخاصة ببداية التغيير. فأنا لما بتابع الناس اللي عم يعملوا التغيير المهم لحياتي ما عاد يهمني إذا الناس اللي حوالي قالوا لي أنت مجنون لأنه بدك تترك شغلك، أنت حتموت لأنك حتصير نباتي، أو بكفة تخفف وزنك أنت صاير مثل الهيكل العظمي. هاي الجملة انحكت لي أكثر من مرة وأنا وزني لسه كان فوق 100. 3، نعمل اللي علينا. هل هذا التغيير ممكن؟ هل عنا الأدوات اللازمة لهذا التغيير؟ هل عنا الوقت للتغيير؟ هل هذا التغيير من أولوياتنا؟ هي الأسئلة بدها إجابات صادقة. التغيير مش أبيض وأسود. ممكن تجينا تعليقات إنه اللي عم تعمله مش كافي وغير مجدي، بس هذا كلام اليائسين. رح أحكي لكم شغلة، الناس اللي عندها عضلة التغيير قوية أو صحية بيعرفوا إنه الناس كمان عم يمروا بتغييرات مختلفة عنهم. مستحيل يقلل من جهودك أو من عملية التغيير نفسه، لأنه هو أكيد مر بتجارب تغيير بنفسه ويمكن مر بمراحل تغيير مشابهة إليك، وبيعرف أنه كل شخص عنده قدرة تحمل محدودة. بيعرف أنه ممكن الشخص يمر بمراحل ضعف وكمان بيكون عنده فضول لمعرفة شو هو التغيير. أسئلته بتكون غير. من 6 أشهر لما نزلت لكم فيديو أسبوع بدون بلاستيك وعم بفرجيكم التجارب اللي عم مر فيها، في كتير من التعليقات كانت عم تقلي أنه هذا كله منافع لأنه نظارتي من البلاستيك. طيب بس أنا صار لي 6 أشهر بدون قنابل بلاستيك، صار لي 6 أشهر ما شربت مياه غازية إلا هلا. هذا غير التغييرات الثانية اللي عملتها بأكثر من جارب وأكياس البقالة وغيرها. عم بعمل اللي علي وهذا جهد كتير كبير. وين الناس اللي حكوا لي إنه نظارتك من البلاستيك؟ شو عملتوا تغييرات من 6 شهور لهلا؟ ولا شيء. التغيير اللي أنت عم تعمله عم يحسسني بالذنب، فلازم أنا أحسسك بالذنب هيك وأرمي لك كلام بس علشان أنا أحس بالرضا، مش أتغير لا هيك بس أحسسك بالذنب شوي. 4، نسامح نفسنا. من أكثر الشغلات اللي بتهدم التغيير هو جلد الذات، وخاصة لما بنفشل ببعض الأشياء. لا تحول الفشل الصغير لتجربة فاشلة. غير بخلطة التغيير، ارجع عدل بالجدول، دور على تغييرات تانية. ممكن بعض التغييرات فكرناها صعبة طلعت سهلة أو العكس، فمنغير مكانها بالجدول. سامح نفسك على كل شيء. إذا أنت عم تبذل جهد يومي بهذا التغيير فسامح نفسك على كل شيء. ممكن جدا بعد فترة وبعد عدة تجارب تكتشف إنه الرياضة اللي اخترتها مو مناسبة إلك. جرب رياضة تانية. معقول أنت جربت كل الرياضات واكتشفت إنه كلهم غير ممتعين وما فيك تعمل ولا واحدة منهم؟ مستحيل. شايفين هذا اليوكوليلي؟ تحمست واشتريته وصار له معلق عندي يمكن 8 شهور. غلط ومنزعج من هذا الموضوع، بس ما بسمح لهي الشغلة انزعج منها أكثر من بضع ثواني. والسبب الرئيسي إني ما التزمت لا بالتمرين ولا بالعزف إني ما بعرف ليش بدي أعزف. احتمال بالمستقبل إني أتمرن وأعزف، بس ما بسمح لحالي إنه هذا الفشل ما يخليني أعمل تجارب تانية. ليش بالألعاب الإلكترونية منحاول ومنجازف ومنخسر ومنضل عم نلعب، بس بالواقع ممكن ناخد هاي الشغلات بشكل شخصي؟ احضر، لا تستسلم وكون موجود دائما وخليك باللعبة. 5، نطنش ونبدأ. إذا بدنا نفهم شو هو التغيير وكيف بدنا نتغير وليش بدنا
بدنا نغيره، نفهم الموضوع كله 100% قبل ما نبدأ، غالبا عمرنا ما حنبدأ، وممكن إذا بلشنا بعد ما نفهم كل هالموضوع احتمال نوصل متأخرين، أو ممكن عدى وقت طويل وتغيرت أولوياتنا بالحياة. والله حاسس بالإحباط، لأنه من 20 سنة كان نفسي أتعلم فوتوشوب. اعمل الترتيبات المناسبة لتبدأ وطنش وابدأ. طنش الناس اللي ما بتعرف ليش أنت عم تتغير، طنش حالك وأفكارك، لأنه أحيانا ممكن ندخل بدوامة تعرقلنا عن التغيير. في طلاب ممكن يسألوا ليش بدنا ندرس، ما رح ندرس إلا لنفهم شو هي الدراسة. لا، ابدأوا وادرسوا واجتهدوا، وبعدين بالأيام حتعرفوا أهمية الدراسة. وأخيرا، لا تتمنى حياة شخص آخر، اتمنى حياة أنت تقدر تتقبل تحدياتها. هذا كان الفيديو لليوم، بتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه وأخذتوا بعض الأفكار للتغيير والالتزام فيه. إذا عجبكم هذا الفيديو فبعتوا لأحبابكم عبر الواتساب، وأكيد لايك وسبسكرايب، لأنه هي الطريقة الوحيدة اللي ممكن فيها نخبر اليوتيوب إنه هذا الفيديو حلو ومفيد، وأكيد رح يظهر للناس التانية. بشوفكم بفيديو تاني، سلام. بصير إذا خبصت مرة بقول